جمعية أبناء المنيا الخيرية ترحب بكم اليوم في شهر رمضان. أبناء الضنية الخيرية ترحب بكم اليوم في أيام شهر رمضان، أعاد الله عليكم بالخير والبركات. كما نرى أعلن عن الأذان، والأذان المغرب، والآن الناس تصلي صلاة المغرب، وبعض الناس تتقدم لتناول الطعمة الشهية من أبناء الضنية الخيرية. ألف شكر أبناء الضنية الخيرية، ألف شكر لمساهمتهم ودعمهم للمسلمين والغير المسلمين من أبناء الجالية العربية ليكون مع بعض بهذا اليوم واللقاء المميز من رمضان. كما نرى الناس كمان تتوافد وتصلي. جمعية أبناء الضنية الخيرية ترحب بكم. هو كان مميزة. أستاذ محمد تانكيو على الدعوة الكريمة. جميع أبناء الدنيا دايما كرماء ويبذلون جهدهم من أجل التوفيق بين أبناء الجالية العربية والإسلامية والمسيحية على حد سواء. تانكيو. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفقراء والمحتاجين، الصمت عن الأشياء الشريرة، الأشياء السيئة، التفكير بالإنسان الآخر بطريقة صالحة وجيدة. بك يا أستاذ، نحو الله. كما نرى الأستاذ كارلوس، بك يا أستاذ. كما نرى الناس جميعا هنا موجودين في لقاء مع أبناء الجمعية الضنية التي عودتهم سنويا أو بكل نشاط تدعوهم للقائها مع الأحبة، يجتمعوا سويا كأنهم يد واحدة من في أستراليا. نرى الطفل هنا. حبيبي يلا صحتين. سمع الله لمن حمده. صحتين. تفضل. Thank you. I'm coming. يلا جاي. نعود بعد قليل إن شاء الله.